ده الكرينيال كافيتي. الكرينيال كافيتي ده من الضروس الهامة جدا في الهيد والنك، وأول ما بتخش الامتحان بيديلك سكال ويناقشك في الكونتنت بتاع الكافيتي اللي هو اسمه كرينيال كافيتي اللي انت شايفه ده. الكرينيال كافيتي ده فيه ايه؟ قالك اول حاجة في البرين، ادي البرين اهو، دي الفرونتال بول بتاع البرين، برين يبقى محطوط هنا فرونتال بول، ودي اوكسيبيتال بول اللي هي دي تبقى الاوكسيبيتال بول هنا، يبقى دي الفرونتال بول وهنا الاوكسيبيتال بول، وفي الوسط هنا في التمبرال بول هنا بتبقى موجودة في الميدل كرينيال ايه فوس. يبقى البرين محطوط كده، البرين موجود في كرينيال كافيتي محاط بحاجة اسمها مينينجيس. ايه المينينجيس؟ تلاتة كفرنج اللي احنا خدناهم قبل كده اللي هما في السنة والكلام ده، الام الحنون والام العنكبوتية والام الجافية. انا عندي هنا سموه بايا ماتر، دي مغطية البرين من بره، ده البايا ماتر كده. وبعدين دي رقيقة جدا مغطية سطح البرين. نيجي بعد كده الاقي الام العنكبوتية اسمها اراكنويد ماتر، ادي الاراكنويد ماتر اهي، ده برين وعليه البايا ماتر الخفيفة دي، بعدين هنا الاركنويد ماتر، وبعدين الطبقه الثقيله قوي دي الطبقه الثالثه دي اسمها ديورا ماتر. الطبقه الثقيله اللي اسمها ايه؟ ديورا ماتر، اللي مغطيه البرين ومبطنه الكرينيال كافيتي اللي احنا شايفينها، اللي مبطنه كمان الايه الكرينيال كافيتي. ادي اللي هي اسمها ديورا ماتر. الديورا ماتر بيبقى فيها بتبقى طبقتين، inner layer و outer layer، بينهم بيبقى في veins اسمها sinuses، dural sinuses. هنا خد بالك معايا، هنا بلاقي sinus كده ماشي في الحتة دي، ده هنا البرين كامل اهو، وبعدين هنا بلاقي sinus اسمه superior sagittal sinus، هنا بلاقي sinus تاني ده اسمه spinobarietal sinus، هنا بلاقي sinus ثالث اسمه cavernous sinus، هنا بلاي ساينس رابع ده اسمه سوبر بتروزر ساينس. هناخدهم بالتفصيل، بس المهم الساينس دي فينز بين الطبقتين بتوع الديورا ماتر، بيجمعوا الفينس بلاد، ادي الفينس بلاد من على سطح البرين يجي يصب في الساينس دي، مثلا الفينس بلاد اللي هنا بيصب في الساينس ده اللي هو سوبر ساجيتال ساينس. وبعدين مش كده وبس، ده الساينس دي بتستقبل كمان او بتعمل ابزوربشن للسي اس اف، السي اس اف اللي هو سيريبرو سباينال فلويد، الفلويد اللي ماشي على سطح البرين عشان يقلل الصدمات اللي ممكن تحصل على سطح البرين لما واحد يخبط واحد بطوبه يحصل اي حاجه. السي اس اف ده بيحصل له ابزوربشن في الساينس دي، بص البروزات الصغيره دي اسمها اراكنويد فيلاي جرانوليشن، تمص السي اس اف تدخله في الساينس دي. الساينس دي اللي بتاخد الفينز وبتاخد السي اس اف بتجمع كلتها في فين كبير اهو اسمه اللي هو سيجمويد ساينس. السيجمويد ساينس يخش هنا في فورامن اسمها جاجولار فورامن ويعملوا انترنال جاجولار فين اللي احنا بنشوفه في الرقبه، يعني الفينس ساينس تدرين السي اس اف ونمر الثلاثة بتاخد الفينزل على سطح ايه البرين. يبقى البرين اول حاجة هو ده اول حاجة واهم حاجة في الكونتنت بتاع الكرينيال كافيتي. خد بالك البرين ده طالع منه كرينيال نيرفز، يعني هنا يطلع كرينيال نيرفز وهنا يطلع كرينيال نيرفز، هنشوفهم دلوقتي. كرينيال نيرفز تعدي في الفورامن، ادي هنا فورامن وهنا فورامن وهنا فورامن وهنا فورامين وهنا فورامين، كل الفورامين دي تاخد الكرينيال نيرفز. الكرينيال نيرفز اللي هي الاعصاب المخيه، الاعصاب المخيه هم 12، هناخدهم بالترتيب نشوف موقعهم فين في الكرينيال ايه كافيتي. نمره 2 في هنا البرين،
ده الجزء ده نص برين وده نص برين، اسمه سيريبرم وده سيريبرم. في حواجز بتنزل من الديورا ماتر بتقسم، بتمشي بين نصين البرين كده، الديورا ماتر تنزل جزء كده اسمه فالكس سيريبراي. اسمه ايه؟ فالكس سيريبراي، بيفصل بين جزء البرين ده وجزء البرين ده. في حاجه اسمها تنتوريوم سيريبيلاي، ده سيريبيلم وده ده السيريبرم، بيفصل ما بينهم السيريبيلم والسيريبرم. في هنا تنتوريال سيريبيلاي، خيمه تحوط على السيريبيلم بيسموها تنتوريال سيريبيلاي. يبقى انا عندي الكرينيكا بتحتوي على البرين والكرينيا نيرفز اللي بتعدي من الفرامينا، ادي واحد. نمرة اتنين فيها المينينجيز اللي هي البايا ماتر والاركرويد ماتر والديورا ماتر. نمرة الديورا ماتر اللي هي الجافية اللي بره، اركنويد الطرية شوية اللي بعديها، البايا ماتر اللي لازقة على سطح الايه؟ البرين. تالت حاجة الفولدز اوف ديورا ماتر، اللي هي الفولدز اللي بتفصل ما بين اجزاء البرين على بعضيها، وديت بتحتوي على اطرافها كلها فيها الفينس ايه؟ ساينسز، اللي بتجمع في فين كبير اسمه انترنال جاجولار فين، ياخد الدم من على سطح البرين وياخد السي اس اف ويوديه يعدي من الكرينال كافتي في انترنال ايه؟ جاجولار فين. ما اقدرش اسيب طبعا الجزء ده كله هيتشرح في الاوستيولوجي، مش مديله التفاصيل الكافيه لانه التفاصيل الكافيه في الاستيولوجي موجوده، لكن انا دلوقتي هشرح الحتت المهمه اللي هي لما بيجي لك الاسكالا في الامتحان بيسالك في الكرينال كافتي ازاي. فانت هنا هتشوف نمره واحد، ادي الكرينال كافتي اللي بيجي لك في الامتحان اهو. هنا ابص لأ ده على فكره الكسر في العظم، ده القطع في العظم، مبين ان هنا العظم فيه هنا اير ساينس، جيب من الجيوب الانفيه اسمه فرونتال اير ساينس، يعني الفتحه دي تبع الفرونتال اير ساينس. هنا في فورامين اهي، فورامين اهي، دي اسمها كريبري فورم بليت اوف اسمويد بون. كريبري فورم بليت اوف اسمويد بون دي بيعدي منها نيرفز اسمها اولفاكتوري نيرفز، دول 20 نيرف الناحية دي و20 نيرف الناحية التانية اللي هما كرينال نيرف نمرة ايه؟ واحد. نيجي هنا ده اللي هو اسمه اوبتيك كانال، ودي اوبتيك كانال، ادي الاوبتيك كانال، الاوبتيك كانال بيعدي منها كرينال نيرف نمرة اتنين اللي هو الاوبتيك نيرف، معدي معاها ارتري هو اسمه اوفسالميك ارتري. يبقى اوبتيك كانال عدي منها الاوبتيك نيرف والاوفسالميك ايه؟ ارت. نمره التلاتة عندي هنا ده فيشر اهو بيسموه سوبيرو اوربيتال فيشر، وده سوبيرو اوربيتال فيشر. اوربيتال يعني داخل على العين، يعدي فيه الكرينال نيرف نمره التلاتة ونمره أربعة ونمره ستة، تلاتة وأربعة وستة. اشمعنى تلاتة أربعة وستة؟ لأنه دول موفمنت، بيعملوا موفمنت بتاع ماسلز بتاع العين، كل عضلات العين بتحرك بتلاتة وأربعة وستة، وبيخش في واحد سنسوري للعين اللي هو اوفسالميك ديفيجن اوف ذا تراجمينال نيرف. تراجمينال هو نمرة خمسة، بيتقسم تلاتة، اوفسالميك ماكزيلاري مانديبر. الاوفسالميك بيخش من هنا من الفيشر ده اللي بيسموه السوبيرو اوربيتال فيشر. يبقى ده ايه؟ بيخش هنا 3 و4 و6 اوفسالميك ايه؟ بتاع 5. دي الهايبوفيزيا الفص. ايه الهايبوفيزيا الفص دي؟ الفص كده بيبقى موجود فيها البيتويتري جلاند، بيبقى هنا في البيتويتري جلاند. يبقى دي اوبتيك كانال بيعدي فيها اوبتيك نيرف، وهنا اوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرف بيتصل بالاوبتيك نيرف بتاع الناحيه الثانيه عن طريق كازما اسمها اوبتيك كازا. ما علينا، الكلام ده كله بتشرح في الاوستيولوجي. لكن هنا بعد السوبيرو اوربيتال فيشر في ثلاث خروم. اي اول واحد فورام الروتاندم اوفال اسباينوس. ايه بقى الروتاندم ده؟ الروتاندم ده الله، انا كان عندي التراجمنال، قلت التراجمنال في اوفسالمك، الاوفسالمك عدى في سوبر اوربيتال فيشر. هنا التراجمنال بيبقى هنا عباره عن جانجليا، هي اسمها تراجمنال جانجليا، يطلع منها ثلاث نيرفات الاوفسالمك
ماكسيلاري مانديبولار، وفي سالمك يخش السوبر اوربيتال فيشر، ماكسيلاري يخش الفورم الروتاند، مانديبولار يخش الفورم الاوفال. يبقى الاوفسالميك يخش السوبر اوربيتال فيشر، ماكسيلاري يخش الفورم الروتاند، مانديبولار يخش الفورم الاي اوفال. كل دول طالعين من الترايجيمينال جانجليا اللي هي بتبقى موجوده في الحته دي في امبريشن، اسمه ترايجيمينال امبريشن. يبقى دي هنا في ترايجيمينال امبريشن يطلع منها اوفسالميك ماكسيلاري، وهنا ايه مانديبولار. نيجي بعد كده فورم صغير اهو اسمه هنا فورم ايه سباينوزم، ده الفورم سباينوزم اهي، ده معاها جروف طالع لقدام وطالع منها جروف رجع لورا، ده بيخش من هنا ارتري بيدي بلاد سبلاي للمننجيز. الارتري ده اسمه هنا ميدل منينجيال ارتري، ادي الميدل منينجيال ارتري بيدي انتيرور برانش، وهنا بوستيرور ايه برانش، ده الميدل منينجيال ارتري طالع من الفورم سباينوزم وبيمشي منه الانتيرور برانش والبوستيرور برانش بتاع الميدل منينجيال ايه ارتري. دي الفورم من ايه لاسرم، هنا الفورم من لاسرم في البوستيرور بارت بتاعها بيخش من البوستيرور وول بتاعها بيخش الانترنال كاروت ارتري، الانترنال كاروت ارتري بيعدي من هنا ومن هنا انترنال كاروت ارتري ويخشوا جوه هنا في ساينس، زي ما قلت لك الكرينال كافيتي فينز، في الفينز الكبيره ساينس، فعندي هنا سفينوبارايتال وهنا ساينس كبير اسمه كافيرنس ساينس، يروح معدي هنا الكافيرنس ساينس يخش جواه انترنال كاروتيد اي ارتري. هنا يبقى ده اللي هو اسم دي الفورم اللاسرم، وهنا فتحه فيها من ورا الكاروت كانال داخل انترنال كاروت ارتري اللي بيخش جوه الكافيرنس ساينس ويرجع يخرج من الروف بتاع الكافيرنس ساينس، يعني يخش من جوه الانترنال كاروت ارتري يخش جوه الكافيرنس ساينس ويخرج بعد كده. نيجي بعد كده هنا البوستيرو كرانيال فوسا، الاقي هنا اللي انا شايفه هنا بس لا ده دي انترنال اكوستيك ميتس وانترنال اكوستيك ميتس، انترنال اكوستيك ميتس وانترنال اكوستيك ميتس دي عد منها 7 كرانيال نيرف و8 كرانيال نيرف وارتري اسمه لابرنساين اي ارتري، يعد منها 7 و8 ولابرنساين ارتري، يبقى ده بيعدوا في الانترنال اكوستيك ميس. الاقي هنا عندي دي جاجولار فورامين تتقسم انتيور بارت ميدل بارت وبوستيور بارت، الانتيور بارت بيمشي فيها ساينس اسمه انفيرو بتروزر ساينس، ميدل بارت بيعدي فيها 9 و10 و11 كرينال نيرف، وبوستيور بارت اللي هو الجزء الخلفي بيعدي فيها الانترنال جاجولار فين. ابص هنا لو جيت هنا الاقي هنا هايبوجلوسال كانال بيعدي فيها ال 12 كرينيال نيرف، ادي هنا 12 كرينيال نيرف بيعدي هنا عشان يسيب الكرينيال كاف، دي الفورامين ماجنم اللي بيعدي فيها هنا اللور بارت بتاع المدله اوبليجاتا والمننجيز والفرتبرال ارتري والانتيرو سباينال ارتريز والبوستيرو سباينال ارتريز والسباينال اكسسوري، كل الحاجات دي بتعدي في الفورامين ايه ماجنم. طبعا انا بشرح الكلام ده هنا بس بفكرك ايه الكونتنتس بتاع الكرينيال كافيتي لانها اتشرحت في الاوستيولوجي بكل كفاءه في الجزء بتاع الاوستيولوجي. نمره 2 الحتت اللي محتاجه تفاصيل في الكرينيال كافيتي هنجيلها في حتت تانية، بس احنا بنجمع المعلومات، يعني هنا بيمشي اولفاكتوري نيرف نمرة 1، اوبتيك نيرف هنا بيمشي نمرة 2، وبعدين 3 و4 و6 وسالمك ديفيجن بتاع 5 يعدوا في السوبر اوربت فيشر، ماكسيلاري ديفيجن فورم الروتاندم هنا فورم اوفال يعدي فيها المانديبولر، فورم سباينوز يعدي فيها ميدل مينجال ارتري، وبعدين انترنال اكوستيك ميت 7 و8 ولابرنساين ارتري، جاجولار فورم 9 و10 و11، وهنا نمره 12 ودي اسمها الفورم ايه الماجنم. ده الكلام اللي احنا بنراجع فيه الاوستيولوجي بتاع الكرينيال ايه كافيتي.